العشرات من المتظاهرين خرجوا اليوم في الديوانية للتنديد بالصمت الحكومي والدولي حيال جريمة قاعدة سبايكر في تكريت، رافعين شعارات تندد بالإرهاب والطائفية. صمت حكومي ما ننصف، عرض نعرف هذا الصمت ليش؟ يعني شنو هاي الكفاءة اللي ضمها على العالم؟ يعني 4000 واحد شنو هذا حقهم؟ لن يصل صوتنا لا إلى مجلس الأمن ولا إلى أي دولة أخرى، وعلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بدولة رئيس الوزراء الجديد أن يدول الشغلة، تدويل عملية قتل الشهداء إلى 1700 في سبايكر. أهالي المفقودين طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم في تلك الحادثة ومحاسبة المتورطين والمتسببين فيها من سياسيين وعسكريين. عشان تلا الدول المتحدة، هاي أريد سواف منهم، أريد ابنية منهم، هاي نخوة العربية شيلتها، نخوة العربية شيلتها، أريد ابنية منهم. ابني راح ما رجع لي، خلاص قضت الدورة مالت الناصرية. ابني شو مسوي؟ شو مسوي ابني حتى تسوون بي؟ مواليد 95، مواليد ابن 95 شايف الدنيا. شنو وليش؟ هذول أطفالنا، شنو هذول أطفالنا؟ هذول الشباب. الوزراء قاعدين، هذول قاعدين ماكو. سبايكر جريمة العصر، هذا هو العنوان الذي تصدر صفحات التواصل الاجتماعي والتحشيد لهذه التظاهرة في محاولة للضغط على الحكومة للكشف عن مصير المفقودين وتدويل القضية باعتبارها جريمة إبادة جماعية. ومن الديوانية إلى محافظة النجف، حيث شهدت ساحة الصدرين وسط المدينة تظاهرة أخرى لذوي المفقودين من قاعدة سبايكر، طالبوا فيها بالكشف عن ملابسات الجريمة والمتسببين فيها، مستغربين من ازدواجية مجلس النواب في التعامل مع الجرائم التي تقع في البلاد. ابني انفقد يوم 12/6 ولحد الآن 86 يوم ما نعرف مصيره شنو. جماهير غاضبة، قضية تحسم لجانها ونتائجها ب 48 ساعة، وقضية أخرى تبقى لمدة شهور وهي جريمة كبيرة بحجمها وشكلها ونوعيتها، لذلك مستنكرة جدا هذه القضية. وتعتبر وزارة حقوق الإنسان ما جرى في قاعدة سبايكر على أنها جريمة إبادة جماعية. نواب حملوا قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات دجلة وبعض عشائر صلاح الدين مسؤولية هذه الجريمة. نظرا للمادة 2 التي نصت على أن تعتبر جريمة إبادة جماعية من ضمن الفقرة الأليفية القتل الجماعي، حيث تم إبادة ما يقارب 2000 إلى 3000 شخص في قاعدة سبايكر، وهي الوحدات العسكرية الموجودة في قيادة عمليات صلاح الدين. هنالك أصابع اتهام إلى سلطة قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات دجلة، بعض من عشائر صلاح الدين، تقصير تنفيذي واضح، وبالتالي البرلمان يجب عليه، أي عضو بالبرلمان، أن يواكب أي حدث. مراقبون انتقدوا عدم امتلاك الدولة إحصاءات دقيقة عن عدد الجنود الذين كانوا في قاعدة سبايكر وعدد من قتل منهم، وفيما إذا كان بعضهم محتجزين لدى المسلحين. من الفرات الأوسط، ميثم الشباني، الحرة.